السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن حاليا متواجدين في منطقة فيليتلي مقابل مطار طرابزون. طبعا راح نعرض لكم شقة في الدور السادس في مجمع سكني متكامل. احنا الان في الدور السادس شقة رقم 20، طبعا ممددة بالغاز الطبيعي. الشقة مساحتها 185 متر مربع وهي عبارة عن 3 غرف صالة، راح نشرحها لكم الان بالتفصيل. طبعا اول ما ندخل يعني عندنا اليمين هذه البوابة الرئيسية للشقة، ايضا عندنا الانترفون بالكاميرا. دورة المياه الاولى اكرمكم الله عربي. طبعا على يسارنا عندنا الصالة، مساحة جميلة كبيرة وشرحة، بالاضافة الى المطبخ. طبعا دواليب جاهزة راكبة فيها، التدفئة مركزية، أسفل التدفئة عن طريق الغاز الطبيعي. طبعا هذه أجهزة التدفئة مثل ما شايفين، هذه أيضا ميزة موجودة في منطقة فيليتلي اللي هي مقابل المطار. هذه البلكونة الأمامية لها إطلالة جميلة، طبعا جزئية مش كاملة على البحر. نشوف توزيع الغرف. طبعا شقة فيها 3 دورات مياه، 3 غرف. هذه دورة المياه الرئيسية طبعا متكاملة، وعندنا هنا الغرفة الثانية بإطلالة على الطبيعة، أسفل الغرفة الأولى، وهنا عندنا الغرفة الثانية لها بلكونة أيضا. إطلالة جميلة على المزارع الخلفية. عندنا هنا غرفة النوم الثالثة، ما شاء الله غرفة شرحة جدا، أيضا لها دورة مياه خاصة فيها. الشقة جديدة لم تستخدم بعد في منطقة فيليتلي. 3 غرف صالة، الدور السادس، والعمارة بها مصعد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.